واش الدراري معكم سوايع معكم بوتسي مهم الله وصلنا لمراكش صافي صافي الله وصلنا لمراكش واحد لعيبة تتقاطع فيها اوكي واحد لعيبة بوتسي كيف ما مشى مراكش ماشي بوتسي اللي خرج مراكش واش اللي غنقولوا سالينا وقطع وي يلا وصلنا مراكش الدراري دابا شي 12 ونص ديال الليل بوتسي غيباش معايا حيت خاف يمشي فهمتيني يشفروه في الزنقة قلت ليه باش معايا سبحان الله ما علينا المهم نقول لكم الاوروبا اللي غنضربوا في الليل غنعرقوها مزيان اخويا حيت شحال 3 سوايع باقيين والو 3 سوايع ديال الكار ما واكلين والو غنطلع هنا في الدايره بعد الله صافي المهم نقول لكم الاوروبا اللي غنضربوا بزاف ديال الحوايج باغي ندوي فيه معاهم اش من الكار صاحبي برايفت جيت الدراري اش واش نقول لك برايفت جيت برايفت جيت برايفت جيت المهم بزاف ديال الحوايج باغي ندوي معاكم فيهم الدراري عندهم علاقه بالونطريمون شي حوايج دازو شي كامل عنده علاقه بالونطريمون دوك المشاكل ديال الراب ودوك الشيء ما غادوش فيه في لي فلوغ شي ديال لونطريمون دونك كما قلت لكم ان شاء الله غدا الصباح نريح وغندوي معاكم في داك الشيء سوجي بار سوجي بار سوجي ولكن دابا غنطلع نجيب ما نقصي طبعا خصني نجيب بوتسي ما نقصيش قطع في القلب شو ولدك تقول عليه كلشي ساهل بغينا ناكلو صراحه في مراكش كحد بلاصه بورينغ بورينغ كنت في مراكش الدراري ما قدرتش في 3 ايام اللي كنت في مراكش ما قدرتش نكمل دوك 5 روبا دو سناك اصلا ديك العيديه سناك ما كانتش كنت شتو كضرب روبا وما كضربش روبا من الاخر دونك ان شاء الله دابا غنرجع غدا الاثنين غنبدا البروغرام عاوتاني من الاول وكنت كنتريف في مراكش ولكن البروغرام ديال القاسم ما كانش مقاد ديال النعاس هو ما كانش مقاد دونك ان شاء الله غدا غنبدا البروغرام ديال الماكله مقاد رجع البروغرام اللي كنت فيه خمسه لي روبا ديالي دو سناك او الخبيط ديال بصح يبقى فيه الحال انني كنت كنسهر هاد الايامات وما كنتش كناكل مزيان كيبقى فيك الحال بحال هكا تضيع داكشي اللي خدمتي عليه ديما ولكن دابا باك تو ذا جرايند قلتي باك تو ذا جرايند وجدت عاوتاني روبا اخرى اخويا علاش باش ما يضيعش الجينز ولكن بوتسي بلاصه ما يصاوب روبا اخرى مشى خد لي جوج بيرلي وضرب واحد ميروندينا راهي سميتو سناك سناك ميروندينا نفس الكونسيبت الصح المهم الدراري انايا راه مالها انا مشيت صحاب فيت ناس عند الدراري تما راه داك البيض اللي كيبان لكم ثلاثة البيضات كاملين وثلاثة البيض ديال البيض والريب الريب الدراري اعتبروا جاو فيه كازين وداكشي معلقة واحدة كيمشي بيرلي يلاه عطيتو معلقة قال لي عطيني معلقة عطيتو معلقة كبيرة قال لي لا بغيت هذيك غتسالي لي بيرلي دغيا بحال غتاكل مع المعلقة راس الحمار مكلخ صافي دابا كاين الدراري غنضربو ديرو اش تقول لي راس الحمار غنضربو ديرو بادو ونمشيو نعسو نطلعو غدا الصباح وندوف في السوجيات اللي باغي ندوي معاكم فيهم الدراري اوكي دوري بوتسي ان شاء الله في هاد الليلة فك الصباح دخلوا باقي مابقاش باغي يمشي لدارهم راه خاسر عليه عاوتاني ست البيضات والروز انا فين ربحهم معاه ما عرف دابا الوالده كتشوفو معايا كتقول لي حشومه صاحبك ما يفقهش والدري كيكذب عليك وكيضرب الريب مريب مبروشي مريب فهمتيني الوالده كتقول لي حشومه صاحبك دونك كطر انا طايب لي ست البيضات عاوتاني يعني خاسر معايا انا والله ما كنشرط كيفاش نطيبوا لي سته ولا انا عارفين كيفاش معاه المهم الدراري ندخل ندوز دابا ومن بعد غنفطر وغنمشي مي بروتين ماروك باش ناخذ شي لعيبات ونقول لكم واحد لا مارك ندخلوها مي بروتين ماروك غنولها لكم الدراري مازال غنديروا عليها فيديو المهم هادشي داخل ما يدخلش الديطا الدراري فولوني في انستغرام او ديالي او الاخ باغي ياخذ بري ورك اوت تا هو خصنا نديو مي بروتين ماروك لا ماشي بري ورك اوت بري ورك اوت بري ورك اوت المهم الدراري غندخل ندوش ونتناول شحال نعسنا البارح؟ ماشي 12 ساعة لا انا 10 سوايع رجعت فيها كاع داك الناس يضاع عليا في مراكش السبب هذا درك يلا نسهروا في تياترو يلا نسهروا مشينا سهرنا ما نعسناش مزيان بوتسي الدراري خرج للطريق غنقول لكم بوتسي خرج للطريق دونك الدراري فطور بحال ديما اسهل واسرع طريقه ديال البروتين البيض وزيد عليها الروز وانت مطلع روبا كتقلب لي على الكروفيت وداك الشيء ما خدامش يا خويا لا باز بغيت نضرب الروب تاعي وغنمشيو نحطو بوتسي في الدار حيت حتى مع الوالدين خصني نرجع لوالدي امانه هادو ديولي ما بقاتش وشي الله المهم جاب نشوف نقول لك اختي بدا صاحبي بدا ما فيهش شي قلب الكارثه خويا دونك ملي غيسالي ديالي كاين بعد من غدا دونك لعيبه تبغى نقول لكم الدراري دخلها سعد هيدرو قطع اخويا انا هيدرو واي يعني احسن نورمالمون احسن من ايزونسون ولكن تنجلس انا وسعد ونديرو فيديو سبيسيال على هاد اللعيبه هادي حيت الا كان حسن من ايزوسون غنشونجي بيه دونك داكشي غيكون فيديو بوحدو الدراري دابا ما قايت سعد دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غنجي غنريحو غنذاكرو على البلان مزيان وغندوي في لي ديطاي ديال يعني داكشي اللي كاين في ايزوسون في هذا وشنو اللي حسن بيناتو باش الا كان كيما قلت لكم حسن 100% غنبدل بهذا دونك هذا ما كاين خويا زوير ثانك صلاه ديال الدراري اللي جاوا ضروري ما كنعرفش من السوايع اللي جاك عارف غدير سبلي داكشي بثمن ديالك
المهم درت واحد لحت واحد البوست انستغرام قهوة ودرت شي واحد كابشن دور علينا 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 لا دور علينا علينا المهم كيما قلت لكم لحت واحد بوست انستغرام الدراري ودرت شي واحد الكابشن على بيريود دو ماس حيت بزاف ديال الناس كانوا سولوني عليها سيرتو لا بيريود دو ماس داير انا غادي مسوي دونك هانتوما دخلوا دري انستغرام قراو الكابشن وفي الاخر ديال هاد الفلوق هذا راه غنشرح العيبه هذه مزيان بلي ديتاي ديالها حيت كيبان لي النيفو طايح في المغرب بزاف في الدومين هذا وكاين شي وحدين كيديروا دي فيديو في يوتيوب ما فاهمينش البنات مزيان مكلخين دونك خصني نشرح لهم ونشرح لبنادم اللي ما فاهمش ديجا بس فهمتيني تولي ليماج واضحه دونك هذا ما كان دابا غنمشيو عند بوت نحطو في دارو يحط الادوات المدرسيه ديالو وعاف شو قصيو ومن بعد اليوم عندي الصدر اخويا وغنبابي وشي مزيان كيت دونك بوتي بس وانا شكون شكون قاعد في الدار قال لي انا بابا وكتقصي داك الشيء هانتي في الوقت ديالو فيتنس ولكن ماشي لوكا اليوم الدراري ماشي لوكا تشيلي زعما خرجنا مع الدراري مشينا مشاو دزنا المي بروتين ماروك خدو شي لعيبات ودزنا شفنا الدراري حليوه الدراري دونك حصلنا الا كنا غنرجعوا للدار باش طيب باش هادي غنوليو واكلين حتى 7 العشيه دونك حنا التشيليز غناخذوا واحد شنو شي يقول لك بلا شياطمي ماشي شياطمي نص نص خبز ولا شياطمي لما لداخل شي لحم بروتين الروز شياطمي واش الروز شياطمي ولا بوتي الروز الروز واللحم اللحم فاش طيب ملحه داكشي وتبدا طيب في الدار باش كطيب في الشوايع الملحه اصلا كتقول الملحه خايبه الدار كدير كونفي دابا نشوف لقصتي اللحم والروز والخبز في بلاصه بلاصه زوين ولكن الا جمعتي اللحم وسط الخبز ودرتي حدا الروز شتيت مين هذه على حسب يوتيوبرز المغاربه ديال هالجيم 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 اصحاب فيتنس كنا كلو فريز لا خويا اصحاب فيتنس انا لا انا اللي وليت فيتنس كنا كلو حنا اصحاب كلو شي فيتنس اخويا ماشي طميل هاجي سيف نوريهم داكشي اللي غادي ليه دابا ولا بلاش خليه خليه سيربريز المهم الدراري جاي شي حاجه ديال ماي فيت بوتيك قريبا خلينيش نوريكم الدراري دونك عيروا هو مشان ولكن قريبا الدراري غتعرفوا كلشي شي حاجه عندها علاقه بالبابي ستور داكشي الدراري ديك العيب ديال البابي ستور غيفهموها غير متبعين واحد المسطي تسنى غير متبعين واحد المسطي من غيفهموا ديك المهم غيفهموا العيب ديال البابي ستور الناس اللي ما فهموهاش بلاش A few moments later. دابا الدراري نورمالمون كاين بري ورك اوت ديالي بدلكو ديال الدلاح وكاين بري ورك اوت اللي خاد ايمن ديال رازبيري دابا باش نديرو الخاطر كلشي تواحد فيهم يبقى فيه الحال نضربو شويه من هنا وشويه من هنا ولكن انت غتاخذ ديالك اللي شويه غنضحك دونك غنديرو كومبينيزون دري شويه من هنا وشويه من هنايا شوفوا روينا كي غطلع ورم ديال الطوباج ورم ديال ولا طلع شي طوموبيل لقيتي فيها هاد المارك هاد اللعيبه هادي عرف داك خونا بانه ماشي ناتشورال كيضرب الطوباج سي لو بري ورك اوت سي موي المهم انت كضربت الاول اللعيبه تضرب مسكون ناس انا ما قاري ما والو دونك قناه وقت ما بغيت نضرب جوج واحد اللعيبه الدراري انا عندي نورمالمون نضرب اليوم الصدر ولكن بقدرني تريساب شي تريني الدراوع نهار امتى نهار السبت ياك تريني الدراوع نهار السبت دونك بقدرني تريساب تريساب كتدخل مع الصدر دونك غنحاول نتريني واخا غنحس بها وغتمرضني ولكن غنحاول نفرقع الصدر اليوم دونك دراري كما كنقولها ديما الا كنتي غتريني شي ميوسكل كبير غتدخل معنا لو شي ميوسكل صغير يعني غيدخل معاه في الخدمه ودارك داك الميوسكل صغير بلا ما تضرب خليه يرتاح دونك ما ديروش بحال اليوم هاد الدراري انا راه غادي نصبر وغنضرب الصدر وراني تريسيرس وما عندي ما ندير دونك ما كان شوما الدراري الا كان شي ميوسكل دارك خليه يرتاح طبعا نشوفوا شكون اجا ان شي وحدين ما كيحملونيش ما عرفتش علاش ما بقاوش كيحملوا حتى البري ورك اوت تاعو بروسكي كام هي هازا سير سي ام باش تفاز انا سير او تلا صافا بخير مزيان مور الدار خير وبا با خلي لي شي شحال ديال صافا سلم عليا شي واحد شي ولاد يعني واحد اللعيبه بزاف دراري كيسولوا جوج شنو هو البادي سبليت ديالك يعني مثلا اثنين كتريني ثلاثه كتريني غالبا ما كنمشيش بهذا البروغرام الدراري بحال دابا بديت مثلا بالصدر كنبقى غادي بالسيمانه كامله مثلا غيوصل لحد وبغيت انا نتريني لحد كنشوف راسي شنو هو الميوسك اللي ما دارنيش وبناء على ذلك الدراري كنترين يعني ماشي ضروري مثلا غنضرب الصدر اثنين ضروري غنضرب الظهر ثلاث لا كنطلق بحال قلت لي خلي داك الشيء مفتوح الميوسك اللي ما دارنيش كنترين دونك بحال هكا كندير وانت تقريبا ولا تبع السوايع الا تبع السوايع راه سوايع مزيان ماشي في الناس كل ما نضلو نطريما الناس اللي كيضربو الصدر وكيضروهم بكتاف
غير يكون عندك السرحة وتسخن الكشاف من الاولين بحال هاد العباد اللي كنبا ولا بوازو بحال هكا بالبواخ فيه سخن الكشاف من الاولين وسخن معاهم الصدر عاد باش تدخل الترين بحال هكا غاش ايفيتي انه يضرك الكتاف نجمو كنضرب الضرب الصدر حيت اغلبيه الناس اللي كيلعقوا في الكشاف ما كيلعقوش نهار لو طريمو ديال الكشاف كيلعقوا نهار تكون عندهم الصدر المهم الدراري البروغرام ديال الصدر اللي غتشوفوا في لونطريمون اللي غندير كركز فيه على جوج بلايص اساسيين وهما الفوق ديال الصدر يعني الشيفال و الوسط ديال الصدر دونك نخليكم مع الفيديو
الدراري سينا لونطريمون لقات واحد اللعيبه اورجون اورجون واحد من المهم من الدراري اللي كنعرفو دار كسيده في لوطوروت وغنمشيو عندو زرباني دونك غير باش نصوفي الدعوه حتى لسيت لونطريمون غنضرب بروتين بار واحد نصرف ديال الحليب ونمشيو على الدراري حيت طرا لهم اكسيدون خايبه في لوطوروت ان شاء الله يكون خير وصافي دابا كانت داو معاهم الله جينا لوطوروت كسيده ما فيها ما يتشاف الحمد لله حتى شي واحد ما طرات لي شي حاجه دونك هذا ما كان دونك الفلوق ما كنتش كنصحبو غيخرج بحال هكا ولكن هذا هو الديلي فلوق دونك كنتفلوق اي حاجه زاد والدراري داو معاهم ان شاء الله يكون يدوز كلشي بخير وبالنسبه لدوك اللعيبه اللي باغي ندوي فيهم الدراري تندخل للدار ان شاء الله المهم الدراري داز شي ساعتين وانا باقي الحاصلين في لوطوروت وتحسرت في لوبا ومصعب دار معايا مزيان مصعب بدا كيضرب معايا المراحل ديال انه عشيري ديال الصفر جاب لي لوبا الدراري الرجوله مصعب خويا اثنين لوبا عشيري طبعا ما كيتاش سالي مونامي هذه خلطه ميرسي سالي بونامي سالي مصعب اوكي واخا ماشي طلع لي قبيله براسك تاكس برو مصعب دار مزيان قرب قرب نور بلو حق ديال الطون سرديل اخويا ديال الماء والروز اخويا خويا مصعب شوف الرجولة شوف الدراري باش تعرف عشيرك ديال بصح هو اللي يصوبك بحال القاس الصاد ويجيب لك روب في وسط لوطوروت خويا مصعب شكرا One hour later. ملي دخلت الدار الدراري الحمد لله داز كلشي بخير في اخبار كنت عندي فرصه انني ندير كليك بيت يعني نمشي نصور حتى الطومبيل اللي داروا باكسيده ونقول لك شاهد قبل الحد في حادث ديت مريع في طريق السيار ولكن ما عنديش داك الشيء واصلا ما بغيتش نصور لاكسيدون وداك الشيء ما جات ما كيلاش فهمتي دير اكسيدون طومبيلتو مشتا ملاش طاري وديت هاد الفلوغ اللي تقول لهم الدراري واش طرا هنا طرا هنا ما جاتش انا عارف بان بزاف ديال اليوتيوبرز غير بارطاجيو هاد الفرصه اتسمع في التيتر شاهد قبل الحذف يا رب انظر ماذا حصل للسياره اللي كنتو فيها وداكشي هذا ما عنديش مع داكشي انا هكا دونك اذا ما كان غنمشي غنقول لكم الروب اللي غنضرب الجاي واحد الروب ناوز تقبلنا وكيز اخويا وعباش ندوي لكم في دوك السوجيات اللي باغي ندوي فيهم مهمين الدراري هذاك الشيء علاش فلوغيت انا اليوم على قبل هاد السوجيات وغنشرحهم لكم مزيان وكنتمنى ما نبقاوش نعاودو نطيحو في نفس الاشكال الدراري انا عارف بان غير شي وحدين ماشي الاغلبيه اغلبيه الحمد لله واعي وعارفو هاد البلانات ولكن شي وحدين في راسهم الثقبه ولي فان اللي ما عارفينش ما بغيت نشرح لهم شو ما الدراري حنا في 2018 باقي كنطيحو في نفس الاشكاليات نفس بروبليماتيك راه بعض المرات كنقرا لي كومونتير راه واحد اللاوعي كاين في المغرب راه بزاف الصاط راه المدارس عندنا في المغرب راه ما كيفيدو بنادم بوالو على حسب ما كنقرا في كومونتير راه المدارس والتعليم في المغرب راه ما كيفيد بنادم بوالو راه شي وحدين راه كوارث الصاط كوارث والله ولكن الحمد لله رغم هادشي الدراري غنزيدو اخويا بهادشي القدام وما كاين غير الكيز اخويا الكيز وغندخلو كلشي التريني ان شاء الله دابا الدراري الروب ديالي راه شفتها نوري لكم هادي بيشاميل الدراري شوفوا الا كانوا الدار الويده ديالك مثلا طيبها ما ديرش فيها فيتناس ولا شي لعيبه الصاد هادشي اللي ما كنتيش دايريجين طبعا في لاماس قصيها عندك فروماج فيه بروتين الكفته فيها بروتين لي بات الكاربس اش بغيتي اخر الا داركم طيبه هاد البلاصات دخل فيه طورو عرفتش معانكيت المهم الدراري جوج بلانات اساسيين بغيت ندوي فيهم في هاد لابارتي هادي وهما الناس اللي كيبان لي بحال الوبيات ولا ما نعرف اللي ديما في اي فيديو كتلاح السوجي ديال الفخاد كيبقى مركز على الترمه هذا كنخليه للسوجي الثاني السوجي الاول اللي غندوي عليه وهو ديال لاماس اللي كيبان لي ان بنادم ولا باغي كلاشين يبيع مع انني شي حاجه انا مفتخر بها نقول لك علاش انا سي 2013 كنت بحال هكا في 2011 كنت بحال هكا كان عندي دو شوا توا غنبقى تابع لي زابدو غالبا البو ديالي ما غيديفلوباش بزاف ديك الساعه كانت عندي 69 كيلو وفي الصوره اللي قبل كانت فيه 63 كيلو كما قلت لكم كان عندي دو شوا سوا غنبقى تابع لي زابدو ونبقى نترطى والسيلفيات الدريات شوفوا لي زابدو هادي ولا غنشوتي على هدف كبير هو انا نزيد في البو ديالي نزيد في لاماس ديالي ولا ماس ميسكولير حتى هي تزاد والحمد لله نوصل للنيفو اللي انا فيه وطبعا اختاريت هذيك الطريق وماسيت من 2013 حتى لدابا وانا باقي غادي ماشي في ماس كبيره حيت كما تشوفوا تقدروا تشوفوا لي زابدو ديالي تصاور ولكن لين ماس اللي بها نقدر نزيد لاماس ميسكولار ديالي لي ميسكول ديالي يقدروا يديروا ديفلوبمون مرتاحين حيت غيكون عندهم لي كالوري زايدين وانا ديفلوبا مرتاح بلا مبقى مصدع راسي مع لي زاب كون بقيت كل 6 شهور ولا كل مثلا 8 شهور غنبقى نوقف وندير ريجيم ونسي شي ونقلب شغنطرا باش تنشف خاصك شهرين باش تنشف يلاه توصل لواحد النيفو ديال التنشاف مزيان فهاديك شهرين وانت كتنشف راه ما غديفلوباش ولا غديفلوبا بشويه شي حاجه اللي ما غتلاحظهاش كاع وعاباش ملي غتنشف خاصك تشوف انت غتبقى شادك تنشف نعطيك اوما واحد شهر ولا شهرين يعني 4 شهور ولا 5 شهور وانت مستاغني ما كتزيد هادشي الا ما مشات لك الكتله العضليه ديالك حيت نورمالمون كنتي ناتيورال وما كدوبيش وغتنشف شي تنشاف مزيان طبعا غتشيك شويه ديال لاماس ميسكولير هادي ما حيدهاش لك الطبيب دونك بنادم ولا باغي يجي وكلاشيني تقول لي يا حقا انت و4 سنين و5 سنين وانت ماسي وهي راه شي حاجه مفتخر بها صاحبي وشوف كي كنت
وشوف كي وليت صاحبي واش تمريض راه انا ماشي كلاش هذا الصاد راه بحال كتجاملني الحمد لله وصلني فو زوين وان شاء الله دعمني غنشوف ان شاء الله في شهر 4 ديك الساعه جيت صفق عليه ان شاء الله باذن الله وغنفكركم في هذا البلان دونك هذا هو البلان الاول ومنها ندوز نصيحه الناس اللي باقين يلاه بداو لونطرين وضعاف بزاف شوف ابروس حط واحد الهدف في راسك كل ما تمارس حط واحد الهدف في راسك كتوصل ليه في لاماس ملي توصل الهدف داك الهدف توصل ليه في لاماس ديك الساعه اخويا دير نشف اما انت باقي ما وصلتيش نيفو ديال لاماس مزيان وعاباش غتنشف كما قلت لك غطيه 4 شهور شهرين وانت كتنشف شهرين وانت واقف داك التنشاف وغتخسر فلوسك وتماره وهادشي كامل ديال ديك لا بيريود وفي الاخر ما غتستافد حتى وزه وما غيعجبكش راسك وانت منشف علاش حيت كنتي تابع هضره بنادم اللي كيبقى لك نشف نشف وانت مع راسك عارف راسك بان ما وصلتيش للبيت ديال فلاماس باش متنشف تكون راضي على راسك دونك هادي هي الحاجه الاولى اللي كتبغي ثاني حاجه وهي ترم اخويا سويد لا ترم كبيره اللي هاد اسمع الصاد راك ترم ميوسكل ترم ميوسكل يعني ملي انت كتمشي كتضرب فخاد ملي كتمشي تضرب السكوات راه كيتخدموا مع الترم ما يمكنش اصاحبي داكشي راه ليه الفخاد مع الترم راه ليه ملي كتريني هادي كتدخل معادي سوف سكوات سوف لي فونت سوف لي بريس تقريبا كاع ليزيكزيسيس ديال الفخاد واغلبيه لي زاتليت تنقلب على لي زاتليت كاملين ماتش اوغست برادلي مارتن وبزاف كتلقاهم الصاد عندهم الترم حيت ميوسكل اصاحبي انا ملي كنتريني كلشي كندخل نضرب فخاد كنفرقع لا في السكوات لا في البريس لا في كلشي دونك كاع لي ميوسكل ديالو كيتخدموا الحمد لله طالع سيميتري الناس اللي كيبقاو يركزوا على الترمه كتجيني كتشبول هذا والله يا خويا كنتخيلكم في هذا واش عباد الله داير لك اصاحبي بروغرام ديال لونطريمون ديال الفخاد وانت غادي كتشوف في الترمه صح راه جوج ديال الناس اللي كيتفرجوا في الترمه هاد خونا وهاد خونا هذا يعني نتوما بحال هادو هادشي اللي بان ليا الصاد الا كنتي جاي اعترف بها ما تبقاش مدرك الصاد في الدري كنتي جاي اعترف بها وديك الساعه ملي غتقول لي اخويا الترمه غتجيني عادي علاش حيت جاي انا ملي كنشوف دري وبلي حيتو وتيقول لك اخويا اوت ما عندك اخويا وصافي بقى ما يتقال اصاحبي المهم هادو هما المواضيع اللي بغيت ندوي عليهم الدراري شوف تريني عيشوا ستيل دو في ديالكم تقاسوا قول بنادم راه المغرب انا ما كنعيش كلشي ولكن المغرب راه نسبه الاميه فيه طالعه بزاف نسبه الكلاف بزاف نسبه اللاوعي بزاف دونك فيما تشوف شي وحدين كيلوحوا شي كومونتيرات كارثيه ما تسوقش لهم كمل في البيت ديالك سيرتو لك تعرف اش كدير وثيق في راسك نسى بوزبال نسى لي كومونتير ديال بوزبال دونك هادشي اللي بغيت نقول للدراري كنتمنى يكون وصل الميساج وما كاين غير الكينز اخويا الكينز ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي تهلاو